لا تختلف قصة الطفل يونس عن الطفل أيمن، فهذه المرة توجهنا إلى ولاية غليزان تحديدا إلى بلدية زمورة، أين وجدنا عائلة حزينة على فقدان ابنها الأكبر لتصطدم بمولودها الجديد يحمل نفس أعراض المرض. لنتابع قصتها في هذا التقرير. يونس طفل يبلغ من العمر شهرين ونصف من بلدية زمورة ولاية غليزان، يعاني من انتفاخ على مستوى الرأس نغص حياته ليصبح مهددا بالموت في أي لحظة بعدما عجز الوالد عن تأمين مصاريف العلاج. هذا ولدي راه في عنده شهرين ونص وراه كشغل مريض بالماء في راسه بزاف، دي فوا الماء يسيلو هكا في الدار من راسو، حنا خصنا واحد يتكفلنا بيه، يدوه لنا يديروا له عمليه ولا يجرو بيه، خاطش انا ما طقتش راني كشغل غير وحدي، راني نديه خاطر الوهران خاطر مستغالي وما درت تقاضي ما كشغل ما درت له والو، خصنا حنا كشغل يتكفلوا بيه ولا يشوفوا الامر تاع هذا ولا ما كشغل تا سكانر صوالح وكاع كشغل راني كل خطره نديه. شغل راني غير نروح نصيب كلشي نبلع عليه في الطريق، مرة الباب اللي نصيبها نبلع. الحالة تاعو راه يزيد، هو كان شوية دروك راسو زاد بزاف، راه قوي بزاف، الماء راه يزيد فيه بزاف، دي فوا تيولي يسيل له هنا من راسو. فقدان الابن الأكبر بنفس الأعراض جعلت هذه العائلة تدق ناقوس الخطر لكي لا يتكرر نفس المشكل مع ابنها يونس الذي تزيد حالته تعقيدا يوما بعد يوم. موجه ندائي لوزير الصحة بيتكفلنا به، اللي راهم يشوفونا النداء تاعي هذا بيتكفلوا به. هذا الزوج عندي الاول توفى لي وهذا الزوج الاول فاني كيما هكا ما تكفلوليش به وتوفى، وهذا الزوج تاعي فاني كيما هكا ماذا بيا يتكفلولي به في اقرب وقت، خاطر الحاله تاعو راهي تزيد بزاف. احنا كجمعيه مسعفين فرع زمورة ولايه غليزان زرنا هذه الحاله وشفنا هذا الغريان هذا، رانا من رمضان معاه يعني، وطلعناهم في صفحه فيسبوك ونشدنا السلطات ووزير الصحه ورسلنا حتى المدير الصحه ثاني ونطلبوا يعني ياك تشوفوا الوضعيه تاعو، الحاله تاعو راهي تزيد، راكم تشوفوا راسه راه يزيد يكبر وبابا ما عندوش دراهم باش يصرف عليه. حنا نطلب كما قال لك من المحسنين ذوي القلوب الرحيمه يعاوننا في وجه الله في هذا الملائكه، يعني راه يعاني. ينقص عليه السطر شحال ينقصوا له؟ غير ضاعوا كاع مشكله النهار الاول. عائلة براش تناشد ذوي القلوب الرحيمة ووزير الصحة للتكفل بحال ابنها بعدما أوصدت في وجهها كل السبل تزامنا والظرف الصحي الذي تمر به البلاد، فهذه العائلة بحاجة ماسة لعلاج ابنها يونس.